عصام، قوم يا حبيبي يا ابن قلبي. يا واد يا عصام، قوم عايزك في حاجة مهمة. خير يا والدي إن شاء الله. مرات عمك سيد شفة، ده كان زميلي في السجن، عدت عليا النهاردة وكانت عايزة قرشين. طب يعني هو الموضوع ده ما يستناش؟ لا ما يستناش. يستنى ازاي يا عصام؟ لا يا حبيبي ما يستناش، ده في رقبتك. قوم يتامى. يتامى؟ لا حس كده بقى، يبقى توكلنا على الله. ربنا يبارك فيك يا حبيبي يا رب. بسم الله يا إلهي. وما عندكش فكرة يا والدي الجماعة دي ساكنين فين؟ في العمرية. في العمرية؟ فين في العمرية؟ 57 ميدان الشهيد أوتومان. ميدان الشهيد أوتومان؟ أنا أول مرة أسمع عن اسم الميدان ده، ما عندكش فكرة فين بالظبط يا والدي؟ لا يا حبيبي أنا أسمع برضو عنه. ما تقلقش، طالما خير أنا حلف عليه لغاية أما ألاقيه. روح الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا كريم يا رب. يا عصام، عصام، اوعى تيجي من غير ما تلاقيهم. ما تقلقش، اول ما الاقي ميدان اوتومان هكلمك ان شاء الله على طول يا ولد. الله يخرب بيتك، امشي يلا. تمام تمام. ولما قربت حبيبي ورحت انا ببص على ايه وانا عارف شكلها؟ مساء الخير. مساء الهنا. متعرفش الأستاذ عادل ساكن فين؟ أحب الإنترنت. إيه ده؟ إيه ده؟ ده أنت وزة صحيح يا بنت، يخرب بيت جمالك. بالتأكيد أنت مش عدولة، أنت بابا؟ لا خالته. أوه، أولد فاشون. بقول لك إيه، إحنا بقى نقضيها قصة حكات. لا عيب عليكي، ما تغركيش الشيبة. ده أنا هكتبك وصيتك. دي ساعة؟ أصل أنا بشتغل بالساعة، إحنا ابتدينا بالظبط أهو الساعة 2:30. إيه ده؟ ده اسمه كلام. ومستغرب ليه؟ إيه؟ شقتني مع الترام ولا لقيتني واقعة عندك كارتة وكاتس؟ ترام إيه وكارتة إيه؟ مالك؟ غيرني وهو كله بيضيع من وقتك. لا يا ست، أنت كده بتوتريني. عدول يا حبيبي، الأزمة الاقتصادية مأثرة على العالم كله. لا 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 لا، ده أنت مثقفة أهو. يا أستاذ، أنا لسانسة أدب، بس الزمن هو اللي غدر بيا. يلا الحمام فين؟ اخر الطرق على الشمال، بس الوقت ده على حساب مين؟ ما دام انا دلوقتي على ارضك يا حبيبي، يبقى انت اللي تشيل الليله. اشيل الليله؟ اتغيرت يا نسوان. الله يرحمك يا نوسة الاستاذ. نوسة الاستاذ مين؟ لا دي من الرواد، كانت تقعد اسبوع واخرها خرطوشه سوبر. ضايع فوقتك ضايع. طب خش. يا والدي انا بقالي ساعتين في العمريه بلف على ميدان اوتومان مش لاقيه. عمريه ايه بقى يا واد؟ الله، انا قلت كرموز. طب والله العظيم حضرتك قلت لي العمريه. لا انا قلت كرموز. طب بقول لك ايه، يلا بقى سلام سلام. خش على الخطير. استنى بس يا عم الخطير، مش نضرب لنا في الاول كاسين براندي عشان نسخن، ولا القعده بقى قرديحي بقى وكادز؟ لا قرديحي مين؟ قرديحي مين يا بنت؟ الله. ده انت قاعده مع الانصب. يا سلام. صب 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 صب. بس صحتك يا عدوله. ما كفايه بقى يا عدوله، عشان ما تقوليش القعده قرديحي وكاتش كده. الو يا والدي، حرام عليك، انا صاحي مطبق ما نمتش من امبارح. يا ابني كرموز ايه بس؟ انا بقول لك عزريطه، ايه العزريطه؟
والله العظيم قلت لي كرموز. طب يلا دلوقتي السلام. ده ايه الليله دي؟ بس 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 عامل ايه؟ انا اتولدت في ظروف سودة وكئيبه. فاكره وانا صغيره كنت بعيط طول الليل لاني مش لاقيه بطانيه اتغطى بيها. ابويا دق بالحال فانتحر، امي اتحرقت، اخويا الصغير حاجه كده تفرح الله يرحمه اتكهرب في البانيو وهو بيستحمى. وبعدين بقى الله، هو كله احزان احزان، مفيش في حياتك لحظات سعيده؟ اسره عايزه ايه؟ عايزه فلوس. اصلي ما اخبيش عليك، بلم فلوس، في واحد ابن حلال هيطلع لي تاشيره ايطاليا، ما التاشيره دي اللي بسببها بتحوك كل يوم للي يسوى واللي ما يسواش. طب ما شاء الله يسامحك. ما اقصدكش انت بالتحديد يعني. طب قولي لي بقى، انت عايزه تروحي ايطاليا ليه؟ اصلي بحلم بالاحتراف. يا سلام، الاحتراف. الاحتراف، هما لعيبه الكوره جدع مني؟